اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قمر عاشوراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمد نوره من نور رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، شارك صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ببنائه. الصلاة فيه تعدل عمرة، وفي رواية تعدل حجة وعمرة تامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسغى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم.